لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. عواشركم بروك ان شاء الله، ان شاء الله شك عاشوراء تلقاكم بالصحه ولهنا والراحه يا ربي ان شاء الله. كما ولفتكم شاك اوكازيون ديال لكم طبق تقليدي على طريقه ناس بجايه ولا على طريقه ناس القبائل، لكن بلمسه الخاصه. ان شاء الله لا فيديو تاع نهار اليوم تعجبكم، ونهديها هذا لا فيديو لسيلين. سيلين بالاخص حبيبتي نشكرك بزاف، والله لا قتلت روحها تفكرني باش ما ننساش ندير هذا لا فيديو. طبعا سكسو سوفيسار ذو قديد، كسكس بالفول اليابس والقديد، قدرة متوسطة النار. درت بصلة كبيرة مقطعة مكعبات وزوج فصوص ثوم رحيتهم طبعا، قليت شوية البصل ومن بعد ضفت كمية اللي نبغيها طبعا تاع الدجاج. الدجاج قرينيتو الافونس باش ما تكونش فيها ريحة الدجاج، وهنا نضيف كمية اللحم المقدد أو اللحم المالح، ونضيف الحميصة طبعا الكمية انتم تتحكموا فيها في الخضار، ونضيف الجزر مقطع بهذه الطريقة، وهنا نضيف الكمون وتوابل اللحوم البيضاء والكركم ومكعب جامبو دجاج. تبلو كيما تبغوا نتوما طبعا الا القرفه، القرفه في الكسكس هذا سكسون وبيسار ما تندرش القرفه. ودرت ملعقه ماشي معمره مليح فلفل احمر بابريكا طبعا، هنا نخلطهم ونخليهم يتقلاو على نار متوسطه جدا. وهنايا عندي قدرة صغيرة حطيت فيها الماء ولا كسرونة وشوية زيت والفول تاعي الفول اليابس. كي نحط هكذاك نصف ملعقة قهوة زيت باش تم يطيب، يطيب لي بسرعة، ينضج بسرعة، وندير هذه الحركة هكذا باش نرحيه. وهنا الكسكس طبعا غسلته، الكمية اللي راح نديرها درت كمية كبيرة شوية، وهنا درت زوج ملاعق اكل زيت طبعا غسلت الكسكس تاعي عفوا وعصرته من هذاك الماء، ودرت له الزيت منذ البدايه هكذا كي وريت لكم هذاك الزيت، بس كنت نصور بالتليفون بيد ونخدم بيد الاخرى. طبعا ندخل كامل هذاك الزيت في الكسكس هكذا كي نخليه يشرب دكوتي ما يديرش تكتلات، ما راحش يولي يدير لي حبيبات ومن بعد نحصل معاهم نعاود نحلهم بين يدي يشدوا لي وقت. وطبعا هنا نضيف نصف ملعقة أكل طماطم مصبرة، ونزيد نقلب بيان باش القديد تاعي والدجاج تاعي يشربوا من هذيك التتبيلة ويشربوا كامل من البهارات والجومبو. وضفت هنا طبعا طماطم مرحية، زوج حبات طماطم مرحية ولا مسكرفجة. وهنا الفول تاعي إذا حبيتوه تميكسي وحبيتو تميكسيو بالبغا ميكسوغ يخرج شغل عصيدة. انا ما حبيتش سبق درت معكم فيديو رحيت كلش، راح نحط لكم الرابط في صندوق الوصف، لكن هذه المره فضلت يبان شويه الفول تاعي هنايا. طبعا شاك فو نخلطهم بيان قلب يعني اللحم تاعي والخضار باش ما يتحرقوليش. وشفتوا كيفاش طلق لي الماء باسكو نقصت للنار، وهنا غليت الماء مليح ومرقت للقدرة تاعي. دوك نخلي الماء للقدرة تغلي بيان باش نجيب الكسكس تاعي هنا بعد ما خليته خلاص وشرب لي من هذاك الماء كامل اللي غسلته بيه بيان،
ولا كل حبه وحدها. ودهنت الكسكس تاعي بزيت نباتيه. دوك طبعا نعمر كامل الكسكس تاعي ونخليه يفور. كي نشوف البخار بدا يخرج لي كامل من فوق الكسكس نعرف ان الكسكس تاعي خلاص فار. وهنا عندي كميه من العدس غسلتها وشمختها في الماء واحد الساعه، ضفتها مقدار كاس اتاي كاس شاي عدس هكذا يعني نبروفيتي. ولادنا راهم يحبوا ياكلوا هنا يموتوا على الكسكس بالفول اليابس، دونك جو بروفيت ندير العدس وندير الخضار وهكذا باش ياكلوهم. وانا راني راكم تشوفوا راني نفور في الكسكس الطفيره الاولى. طبعا كي نشوف البخار بدا يخرج من الفوق خلاص نحيه وندير له كميه تاع الملح، عينكم ميزانكم على حسب كميه الكسكس، وندير هكذا مقدار زوج كيسان معمرين تاع الماء من فوق، نحطوهم هكذا من فوق الكسكس ونخلي الكسكس تاعي واحد 10 دقائق باش نقلبو في الجفنه تاعي. بعد ما نقلبو في الجفنه طبعا يا اما نخلطو بيديا الا كنت نحمل الحراره، يا اما تخلطو بملعقه خشبيه. وتقدروا تقسموا الكسكس تاعكم اذا كانت كميه كبيره كيما انايا درت كميه شويه كبيره، تقسموه على زوج باش هكذا يشرب هذاك الماء بسرعه وتعرفوا اذا تضيفوا كميه من الماء ولا ما تضيفوش، تكفي هذيك الكميه الاولى. وطبعا الفول تاعي هنا بعد ما طاب ورحيته بهذه الطريقه، اكتفي بهذه الطريقه فقط ونخليه دوكوتي. وطبعا هنا بعد الطفيره الاولى للكسكس قبل ما نعاود نحطو يتفور الطفيره الزوجه نحط القرعه لا غورجيت الكميه اللي نبغيها طبعا، لكن افضل كميه قليله باش ما يمررليش المرقه ما تقرش مره، باسكو راكم عارفين القرعه تطلق المروريه. وندير كميه كبيره تاع اللفت لانه سكسو سوفيسار يتحب اللفت مليح، يحب اللفت مليح. الكسكس بالفول اليابس يحب اللفت، يعني الكميه اللي ديروها كميه كبيره شويه من الخضره هي اللفت. وهنا الكسكس تاعي قسمته على نصفين هكذا باش يشرب مليح، بس درت شويه كميه كبيره كيما قلت لكم باش بيان ينشف ونشوف انه ما يحتاجش الكميه زائده من الماء. وراني غسلت الكسكس تاعي ونشفته ونعاود نحط نصف الكميه الاولى من الكسكس الطفور بعد ما نشوف لافابور كيما راكم تشوفوا هنا. شوفوا البخار يخرج من الفوق، نضيف الكميه الزوجه بعد ما تشرب ثانيك الكميه الزوجه تشربت بيان، نضيفها فوق الكميه الاولى هكذا باش ما يوليش مبلل، هكذا تحسوه مبلل ويولي لكم شغل كي العجينه الكسكس تاعكم. كي ديروا يفور فرد مره اذا كانت كميه كبيره طبعا، اذا كانت كميه صغيره معليش ديروه يتفور للمره الزوجه مباشره. حطوا كل كميه الكسكس تاعكم في الكسكس عادي. وهنايا بعد ما طابوا الخضار تاعي تماما حطيت الفول اليابس اللي طيبته ورحيته شويه كما قلت لكم. اذا تقدروا تنحوا الحميصه وترحيوا كامل الخضره تاعكم وتقدروا تخلوها هكذا باينه. وطبعا درجه يعني ثقه المرقه تاعكم اذا ضعفتوا الفول راح تخرج ثقيله، اذا نقصتوا كميه الفول تخرج موين هكذا كيما تاعي، وكي تبرد تبرد تشد روحها شويه المرقه. وشهيتكم في الجنه ان شاء الله. لا فيديو تاع نهار اليوم تعجبكم. وطبعا اللحم الدجاج نحيته انا فون شويه هكذا باش ما يتحليش في المرقه، طاب لي مليح. وراني نقدمه هنا على طريقه المراركه ولا المغاربه، صراحه ما نقدموش احنا بهذه الطريقه الكسكس تاعنا التقليدي. الكسكس تاعنا التقليدي نقدموه كسكس وحده والخضره هكذا نعمروها في كاش حاجه ونقدموها معاه. واللي يحب يسقي يعمر كسكس ويدير المرقه من الفوق، باسكو ما نديروش المرقه هنا نسقيو من الفوق ومن بعد كي ما ناكلوش ناكلو كميه صغيره يقعد هكذا مشمخ بالمرقه ما يعجبناش، هكذا باش يقعد نقي يعني ماشي معمر مرقه. الكسكس تاعنا هكذا في الليل ولا غدوه من داك اللي قعد لنا بايت عادي نسخنوا الكسكس تاعنا والمرقه ونعمروا جامي يفسد. هذه الطريقه يعني حبيت برك نقدم لكم بهذه الطريقه ان شاء الله تعجبكم. وزينتوا بالخضار والحميصه والدجاج والقديد. دوك نوري لكم الطريقه اللي نسقيو بها.
طبعا كل منطقة كيفاش. وراني درت الكسكس هذا على طريقتي انا، طريقتي ما ربي يحفظها، وطريقتي انا طبعا فيه بعض لمسات مني انا. وهنا المرقة بجيها، دوك المرق نحط كمية المرق اللي نبغيها، نبغيه مش مخ مليح، نشبعوا مرقة نبغيه شوية ما نديرلوش بزاف، هكذا كيما تبغوا. وطبعا اللي عندهم مشكل في الكولون وجدوا زريعة البسباس في الماء ليلة من قبل، كي تطلق هذه كامل الفوائد اللي فيها غدوة من ذاك كذا كليتو في عاشوراء بصحتكم. الكسكس بالفول الشربو من ذاك الماء بالبسباس باش ما يأثرش عليكم، وزيد الكسكس تاعكم بالفول قبل ما تاكلو. وثانيك فيه العدس لازم تعمروه بيان ولا تدهنوه مليح بزيت الزيتون، هكذا باش يقلل من انتفاخ الكولون تاعكم. وهنا طبعا راح ندير ندهنو بالزيت الزيتون، وبدا ناكل بالفلفل، يعني الفلفل ماشي طيب، هذاك الفلفل ماشي طيب. طبعا حطيت فلفله كبيره حمراء وحاره مليح، حطيتها طابت في المرقه، الزوج تاعي يموت عليها هكذاك، انا نحبها ديريكت ما نطيبهاش، ناكل شويه من هذاك الفلفل الحار وشويه من الكسكس. شوفوا واحد البنه خياليه، ان شاء الله على فيديو تاعنا اليوم تكون عجبتكم. وطبعا هذا الصور اللي راكم تشوفوهم راح نحط لكم روابط في صندوق الوصف لمن يهمه الامر. ما تنسونيش تكثروا لي الجامات الجامات الجامات، وفي امان الله.